يشكل نهر الخاصة شريان الحياة لمدينة كركوك وبالذات للمزارع الواقعة على ضفتيه. عانى من إهمال حكومي شديد خلال السنوات الماضية وانتهى به الحال إلى مكب للنفايات ومرعى للجواميس ناهيك عن التجاوزات غير القانونية. هذا وجه الحضاري للمدينة، يعني بدال ما هاي الأوساخ وهاي الأمراض وهاي يعني أنواع وأشكال حشرات بها، فبدال ما هاي الناس كلها تذب أوساخها بدون محاسبة، هسه ما حد يحاسب، يعني هاي قلابات أوساخ كلها ذبوهن هنا ما حد قال ليش. وإضافة إلى الأضرار الناجمة عن إهمال النهر الذي كان مقررا أن يكون وجهة سياحية وفشلت الجهات الحكومية المعنية بتحقيق ذلك، يعاني السكان على مقربة من ضفتيه من روائح الأدخنة الناتجة عن إحراق النفايات. يعني هاي منطقة المفروض هسه سياحية، احنا مدينة نفط، مو مسوينها مكبة مال النفايات. ها يعني تكرم بالشتاء، انا داوم بالبلدية بالشتاء ما اقدر ابر الا البسات شزمة بالشتاء واذا بالصيف، فنتمنى من الجهات المعنية يسوون لنا فد حل. ويطالب سكان المنطقة بضخ المياه في النهر من المنبع الذي يقولون إن المياه مخزنة فيه بلا فائدة، في وقت تبرر فيه الجهات الحكومية المعنية تقصيرها بالتأكيد على أنها تدرس إمكانية حصول ذلك. هسه وديك على المنبع ماله شوف شقد اكو مي مخزون هناك. زين هذا المي هناك التخازن من يستفاد منه؟ الزارعين ما ادري شنو داير ما داير استفاد. وهاي داخل الولاية، هالمنظر هذا التعس خلينا نقول عليه دا تشوفه. زين ليش خازن المي بالسدة؟ ويأمل السكان أن تتحقق مطالبهم بالتفاتة حكومية إلى النهر الذي يتوقون لرؤيته واجهة سياحية تظهر جمال مدينتهم.